دولا الالبومات اللي احنا بنبيعها دي ليه بنبيعها فاضيه كده؟ يعني ما فيهاش صور ليه يا ابني؟ مش بنبيعها لاجانب، الاجانب ما بيفهموش في الصور العربي. عادل سعيد. ايه ده ثروت حسين؟ ازيك؟ ازيك يا ثروت؟ عاش من شافك يا عم. ما انت لا بتسال ولا بتتصل. خلاص نسيت صاحبك؟ لا يا عم ما نسيتش ولا حاجه. ازاي بقى وانا اقدر انساك يا عم ثروت؟ بس هي مشاغل. ولا رمزي؟ نعم. مش فاكر ثروت؟ يلا فاكره طبعا يا دولا استاذ ثروت. فاكر لما كنا بنحط لك الصواريخ ها اللي بتفرقع دي في كوبايه البرتقال تيجي تشربها تفرقع في وشك؟ جري يا رمزي. ايه بقى ايه اللي فكرك بالحاجات دي يا اخي؟ ده احنا كنا عيال صغيره قوي. يعني ما كناش عيال صغيره قوي قوي، يعني كنا في ثانوي ساعتها. ما خلاص يا عادل، دي كانت حاجات قديمه وانتهت. يلا والله بس كانت ايام جميله. تعالى ثروت، تعالى اتفضل. رمزي روح هات حاجه يشربها لثروت. روح هات له برتقال. لا مش عايز برتقال. خلاص روح القهوه هات اي حاجه غير البرتقال. عيني عيني. منور يا استاذ ثروت. الله يكرمك. يا سلام يا سلام يا ثروت، والله منور يا اخي. ده انا مبسوط جدا ان انا شفتك. انت اخبارك ايه؟ انت يا عم لا بتسال ولا بتتصل. خلاص يعني ما بقيناش نعرف بعض غير علشان المصالح. لا ولا مصالح ولا حاجه، بس انت عارف المشاغل يعني يا ثروت. المهم انا جاي لك دلوقتي في مصلحه. انت عارف ان انا شغال في مصلحه البريد، والمصلحه كل سنه بتطلع مصايف لراس البر بسعر مخفض جدا. والعبد لله كان حاجز 4 تذاكر في الاتوبيس، اتوبيس مكيف وعشه متقفله سوبر لوكس على البحر ب 350 جنيه بس. يا سلام يا سيدي، ربنا يكرمك يا عم. تروح وترجع بالسلامه؟ لا ما انا مش هروح. يبقى اكيد مش هترجع بالسلام. بعد ما حجزت ودفعت الفلوس، مرات رجلها كسرت امبارح، والدكتور قال انها لازم تقعد في السرير لمده 2 اسبوع. فرجعت تاني بقى علشان ارجع فلوس الحجز، قالوا لي ما ينفعش. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ايه رايك لو تطلع بدالي ب 350 جنيه بس اسبوع كامل في راس البر وعش على البحر؟ والله يعني انا بقالي كتير جدا ما طلعتش مصيف. خلاص يبقى تجيب ال 350 جنيه دلوقتي وتجهز نفسك بكره، وبعد بكره الساعه 6 الصبح تاخد الاتوبيس المكيف من قلب مدلة زغلي. ماشي، هي فرصه حلوه بس انا يعني مش مجهز نفسي يعني. خلاص يبقى توافق بسرعه عشان تلحق تجهز نفسك بكره. ماشي هات التذاكر. هات الفلوس الاول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش مأمنني ولا ايه يا ثروت؟ لا طبعا. البرتقال اللي الاستاذ ثروت بيحبه. برضه جبت برتقال؟ رانيا عندي ليكي مفاجأة جامدة جدا. ايه يا عادل؟ انت حقيقة اثبتت ان انت بتخلف؟ انا بتكلم بجد، عندي ليكي مفاجأة فظيعة فظيعة فظيعة. ايه الحاجة اللي احنا ما عملناهاش بقالنا كتير جدا؟ السوبر ماركت، التلاجة فاضية ما فيهاش أي حاجة بقالها فترة. لا 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 سيبك من السوبر ماركت، دي كلها حاجات مقدور عليها. لا حاجة تانية ما عملناهاش بقالنا كتير جدا. بقالنا قد إيه؟ أنا جايب لكم النهاردة مفاجأة فظيعة جدا. جايب لكم رحلة مصيف لراس البر لمدة 2 أسبوع. يا حياتي بجد يا عادل، ده خبر لطيف جدا. أنا مبسوطة جدا، أنا بقالي كتير قاعدة في البيت زهقانة ونفسي أروح أصيف. ميرسي يا عادل، ربنا يخليك ليا. جهزي نفسك بقى، بعد بكرة الصبح هناخد الأتوبيس بتاع راس البر الساعة 6 صباحا. يا سلام يا عادل، دي ياسمين هتفرح جدا. اما اروح اقول لمامي ونجلاء يحضروا نفسهم. لا 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 استني استني، اصلي في عندنا مشكله في الحكايه دي. ايه؟ احنا معانا 4 تذاكر بس، يعني انا وانتي وماما وسناء وياسمين على حجرنا. يعني ايه؟ مامتي ونجلاء يقعدوا على حجرنا برضو؟ لا 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 طبعا مش هينفع، بس هم يعني ممكن يقعدوا على حجر بعض هنا في البيت. انت بتهرج بقى يا عادل. بص بقول لك ايه، انا مش ممكن اطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء لوحدهم في البيت. خلاص صح، غلط ان احنا نسيبهم لوحدهم في البيت. هم يسيبوا البيت فتره ما احنا بنصيف، نرجع من المصيف هم يرجعوا. انا ما امنش ان هم يقعدوا لوحديهم، انا اضمن مثلا ياخدوا حاجه ولا بتاع. بقول لك ايه، انا مش هطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء هنا. اشمعنى امك واختك؟ امي واختي بيعرفوا يعوموا. مامتي واختي كمان بيعرفوا يعوموا؟ ايه ده، معقوله من غير عوامه؟ عادل بقول لك ايه، انا مش هطلع من غير مامي ونجلاء. انا بقول لك اهو. ايه اللي بتقولي له؟ هو يعني انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ انا اصلا جايب 4 تذاكر، ال4 تذاكر دول انا اللي جايبهم بنفسي بفلوسي. اقول للام واختي ما تطلعوش؟ لو مكسوفه اقول لهم انا. هو احنا بنتخانق على مين اللي يقول؟ معقوله يعني؟ قولي بقى هانم، قولي ان انت زهقت منهم ومن قرفهم. بالظبط كده، اديك قلت بقى المفيد اللي انا نفسي اقوله فعلا. اه فعلا ده اللي نفسك تقوليه، انت اللي زهقانه منهم. لكن انا بالنسبه لي يعني من قلقهم وقرفهم ده فوق دماغي من فوق امي واختي. طب ايه رايك بقى ان انا هروح اقول لمامي ونجلاء ان احنا طالعين نصيف، ولو انت بقى شاطر وجدع يبقى روح اقول لهم انهم مش هيروحوا معانا. ها رانيا،
ايه يا حبايبي في ايه؟ صوتكو جايب لاخر بير السلم. تلاقي رانيا نكدت على ابني زي عادتها. لا يا ماما ما نكدتش عليا ولا حاجه، ما فيش حاجه. لا امال صوتكو كان عالي ليه؟ مامي اعملي حسابك ان عادل جاب لنا تذاكر علشان نروح نصيف في راس البر، ما تنسيش تحضري شنطتك. اخيرا يا ربي مش معقول هنصيف بجد؟ هنصيف السنه دي يا عادل؟ لا 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 بس عشان تفهموا الموضوع صح، انا معايا 4 تذاكر بس، يعني في 2 منكم مش هيطلعوا معانا. عادل انا ماليش في المصيف والحاجات دي، لكن لو انت غصبت عليا حتى الرواف. وانا مش ممكن اسيب ماما تسافر لوحدها ابدا، وطبعا ياسمين وهي مسافره معانا مش هتلاقي حد تقعد على حجره غيري عشان بترتاح معايا، صح يا ياسمين؟ صح. يعني ايه الكلام ده؟ انا متعوده كل سنه اني لازم اطلع المصيف. مصيف مصيف ايه يا ام مصيف؟ ما انت بقالك 3 سنين كنت بتصيفي في بيتكو عشان الملاحق اللي كنت بتجيبيها. بقول لك ايه يا رانيا؟ كده يا وحشه هتسيبي ماما لوحدها وتطلعي تصيفي لوحدك يا نادله؟ لا يا ماما لا يا حبيبتي ما تعيطيش، ما اقدرش اسيبك في البيت لوحدك ابدا. غاب لوحدك ايه بس يا حماتي؟ ما بنتك هتقعد معاك، انت خايفه ليه؟ يعني انت برضو مصر ان مامي ونجلاء مش هيجوا معانا؟ امال احنا اللي مش هنطلع؟ ايه يا عادل؟ ايه انت اللي تجيب المصيف وتدفع فلوسه وامك ما تروحش؟ لو حصل كده لا انت ابني ولا اعرفك. ايه بس يا ماما ازاي يعني؟ معقوله ماما انت هتطلعي معانا؟ يعني هتطلعي معانا ماما؟ انت هتطلعي معانا يعني هتطلعي معانا؟ ايه ده يا رانيا وانتوا هتسيبوني مع سناء لوحدي؟ ايه سناء دي تلعب معاكي في الشارع؟ سناء حاف كده؟ شايفين بتعمل فيا ايه وانا قاعده وسطيكوا كده؟ امال لما تسيبوني معاها لوحدي هتعمل فيا ايه؟ بس انا عندي فكره. ايه يا ياسمين؟ انا وبابا وماما نطلع المصيف وبابا يختار واحده من تيتا وطنط سناء تطلع معايا، وماما تختار واحده من تيتا ونجلاء تطلع معايا، وبكده نبقى حلينا المشكله. فكره هايله. شفت حلتها العيله الصغيره. انا مش عيله صغيره، انا عندي 8 سنين. يا دولة بقى يا عم، ايه يا عم مالك مكتئب كده؟ بقى في حد يعني يروح المصيف ويبقى مكتئب كده؟ ده انا لما بروح القناطر بزقطة. يا رمز المشكلة دلوقتي في الناس اللي عايزين يطلعوا معايا المصيف دول، انا مش عارف اخد مين واسيب مين. رد على ماما. رد. الو؟ ايوه مرات عمي. ايوه هنا موجودة اهو عادل. ايوه لحظة واحدة بس. دولة انت عرفت ازاي ان هي مرات عمي؟ هات يا ابني هات. يا ماما. لا يا ماما مش عايز حاجه، ربنا يخليك يا ماما. موضوع المصيف ده نتكلم فيه بعدين يا ماما، انا في الشغل دلوقتي. حاضر يا ماما. لا اكيد طبعا. ماشي مع السلامه. مع السلامه. عرفت ازاي دول؟ شوف الراجل اللي جاي ده عشان عايز يسال على حاجه. شوفه. مفيش حد يا عم جاي. يا عم مفيش. هو 8 شارع المأمون فيه؟ لا هو الحقيقة أنا مش من البلد دي، يعني هو اللي عارف هناك أهو. بص حضرتك، هو تاني شمال في أول يمين هتلاقي أول دور حسام هناك بيركبوا غاز بالأمارة. اتفضل. حسام. دولة إيه ده؟ أنت عرفت إزاي الحاجات اللي قبل ما بتحصل بتحصل كده؟ عرفتها إزاي يا خلود؟ يا ابني كل يوم بيجي يسأل. شوف رد على حماتي. رد على حماتي. الو؟ ايوه خالت مرانيا. ايوه دول موجوده اهو. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ خلاص. ايوه يا حماتي. ايه الاخبار؟ ايه عملتي لي الكيكه اللي انا ما بحبهاش؟ اللي انا بحبها. طب يا حماتي تسلم ايديك. لا 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 شكرا، مش عايز حاجه يا حماتي. انا مش عايز حاجه. لا 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 الف شكر الف شكر. مع السلامه مع السلامه. قول لي يا دولة بقى، قول لي انت بتعرف الحاجات دي ازاي قبل ما بتحصل؟ يا ابني ده علم جامد جدا وعالم ودنيا، حاجة ما تعرفهاش انت يا رمز. طب دولة يا ابن عم حبيبي يعني ما تعلمني. اعلمك ان انت تعرف الحاجة قبل ما تحصل يعني؟ يا ريت يا ريت. لا 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 صعب عليك يا رمز، ده صعب جدا تدريبها والعملية اللي بتتعمل. لا لا مسألة صعبة قوي يعني. ليه يا دولة بقى؟ انا هستحمل يا عم. بص انا علشان اعرف الحاجات قبل ما تحصل زي كده دولة، انا ممكن استحمل اي حاجة. ماشي. عارف شنطة العدة اللي انت بتخبي فيها بنطلون البيجامة بتاعك؟ ايه ده وعرفت دي كمان؟ روح هاتها. روح. غبي دي شنطتي انا اصلا. غبي غبي غبي.
اوعى تكسر التمثال ده بالشنطه. ياه، وكنت هتعرف كمان ان انا كنت هكسره. انا شايفك يا تعال تعال، خلي بالك ده اغلى تمثال عندنا في البازار. اهو يا دوله اهو، سيبه بقى على الارض. اهو يا دوله وريني كده. بص يا رمزي، رمزي اهم حاجه في البني ادم القفا. يعني انت اصلا قفا. انا قفا؟ ايوه يا ابني، دي مش حاجه وحشه يعني. ما عندك مثلا محمود عبد العزيز، الحاجه الوحيده اللي غنى لها ايه؟ القفا. ما قال اه يا قفا اه يا قفا اه يا قفا، كان بيغني لك ياض. بجد يا دوله؟ امال ايه ياض، وريني بقى القفا ده عامل ازاي. يا نهار ابيض، ده اسود يا لا، يخرب بيتك. بص، هو القفا المفروض اول حاجه لازم تلمع ويبقى نظيف ويبقى بيبرق كده. وريني في العده كده، هات لي صنفره، هات لي صنفره، او هات لي مبرد، هات مبرد. حاضر دول، استنى بس. بنطلون بشب، انا مش قلت 100 مره ما تحطش بنطلون بالجامع ده في شنطه العده. انا ما كنتش عارف ان انت هتزعق لي كده. اشتغل بسرعه بقى دول، عايز اعرف عايز اعرف. يا جماعه، انا في وضع محرج جدا، مش عارف اختار امي ولا اختار اختي. اعمل ايه اعمل ايه بقى كده يا عادل؟ لسه بتفكر تاخد امك ولا لا؟ وما يفكرش ليه يا ماما؟ مش انا اخته اللي متربي معايا من هو صغير وبيحبني وانا طول الوقت بخدمه؟ اه يا دنيا واطيه، وانا اللي كان نفسي ان احنا ناخدك معانا. جرى يا جماعه، جرى يا ماما، يا سناء، هتتخانقوا عشان اسبوع مصيف؟ انا ممكن اعمل اي حاجه يا عادة عشان اطلع المصيف ده. انا غبيه وما بفهمش حاجه، وكمان عايشه في دور اللي بتفهم؟ يا حبيبتي انا ما اقصدش ده، كلكم وطبيخي اللي بيطفش كل الرجاله كوم تاني. لا، ما عدا عادل ده يحمد ربنا انه لقى واحده زي كده شطوره وبتعرف تطبخ واخده بالها من بيتها كويس. انا سمعت تيتا بتقول ان انت بتعرفي تطفشي كوزك كويس. انت اتجننتي في مخك؟ انت فاكره ان دي شتيمه؟ انا عايز اعرف ده معناه ان انا بشكر فيكي، دي صفه كويسه. يا جماعه، انا مش عايز اظلم حد، عشان كده البريزه دي هي اللي هتبقى الحكم ما بيننا. لو طلعت ملك تبقى انت يا سناء اللي هتطلعي معانا الرحله، لو طلعت كتابه يا ماما انت اللي هتطلعي معانا المصيف ده، اتفقنا؟ انا عايزه ملك. حاضر يا ماما، انت الملك وسناء الكتاب. انا عارفه يا عادل من الاول انك هتنحاز لماما، عارفه انك هتظلمني. اظلمك ايه يعني؟ هتحالف مع بريزه عليكي يعني؟ خلاص العب وخلصني يلا. حاضر. ها، جاهزين؟ اه. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اللي مش عارف تلعب بالبريزه، عامل لك ايه؟ ايوه تروح هاتها بقى. انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع وهوريك. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هربيكي اساسا. لا لا، انت هتقعدي. بس بس بس، حظكم انتوا الاثنين عجيب، انتوا الاثنين مش هتطلعوا. لقيتها واقعه على سيفها. ده غير بقى انها بتاخد علبه البودره بتاعتك وبتستعمل الروج من وراكي. اه ربي، انا مش مصدقه تاني يا ربي. ما انا برجعهم تاني يا رانيا. بعد ما تكوني خلصتيهم يا حبيبتي. انا مره شفتها وهي بتستعمل كريم الشعر بتاعي. يا بنت انت فتانه كده ليه؟ فتانه كده ليه؟ اسكتي ده، اسكتي يا ماما. المصيف ده فرصه انا ما اقدرش افوتها، المصيف ما بيجيش كل سنه يا ماما. لو كنت عرفت اربيكي ما كنتيش قلتي كده. يا جماعه حرام عليكم بقى، كفايه. انا بالشكل ده هفكر جديا ان انا ما اخدش ولا واحده فيكم. نعم، اكملوا خناق بكره لو عايزين، عشان النهارده خلاص دماغي ضربت. ماما انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف، يعني لازم اطلع المصيف. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هطلع المصيف. هتشوفي هتشوفي انت، انا اللي هتشوفي. ماما ما تعندنيش، مش كل مره. لا انا اللي هطلع المصيف. انت انانيه يا ماما. لا، وانت اللي ما تربيتيش اساسا. ما ينفعش اطلع انا معاك المصيف ده؟ المصيف؟ الله يا رمزي، شكلها انا وانت بس اللي هنطلع المصيف ده. ربنا يخليك ليا يا دوله، احسن والله احسن. بس عايزين نبقى ناخد سناء معانا بقى. اشمعنى سناء يعني؟ يعني يا دوله انا قصدي يعني ان انت ابن عمي وهي بنت عمي وانا ابن عمكم، فكلنا عيله يعني، ده احسن يعني. انا بحب الرحلات العائليه قوي. يعني انا لو طلعت مع البيت هتبقى رحله شخصيه، وبعدين انت كل شويه تقول انا ابن عمك ويا بنت عمك، كل شويه تفكرني. معلش يا دوله بقى. عادل، انا عرفت ان انت مؤكد جعانين فقلت اجيب لك الغدا سخن. ربنا يخليك يا نقص. يعني اول مره تعمليها يعني يا سناء؟ حنينه والله، حنينه قوي يا نقص. انت اخويا ولازم افكر فيك طبعا يا عادل، مش انت جعان يا حبيبي قلت اجيب لك الغدا. سناء بصي، بطلي الحركات اللي انت بتعمليها دي. حركات ايه يا عادل؟ بدل ما تقول اختي حبيبتي كلفت نفسها وجابت غدا سخن ومشيت بيه كل المسافه دي عشان اجيبولك لحد هنا، دي امك اللي اسمها امك ما عملتش كده يا عادل. صح صح، انت مالك انت تدخل بيني وبين اختي ليه؟ انت مالك؟ وبعدين عموما سناء، يعني لسه كنت بتكلم مع رمزي دلوقتي وبقول له ان انا هاخد ماما معايا المصيف. ايه المشكله يا عادل؟ عادي يعني، دي ماما، خدها معاك المصيف. انا مش بعمل كده عشان اروح المصيف، لا انا بعمل كده عشان بحبك.
بتحبيني؟ الله الله. بص يا نقنق، انا طول ما انا على وجه الارض هتطلع النص في كل سنه. انت ايه اللي مشيك على وجه الارض؟ انت المفروض ما تبقاش على وجه الارض. عادل، انت صح هتاخد ماما معاك المصيف؟ هتاخد ماما معاك المصيف يا عادل؟ لا 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 لا، حنينه والله، حنينه حنينه. سيب شنطتي. ايه ده يا حبيبتي يا رانيا؟ معقوله انت واقفه بنفسك في المطبخ وبتعملي صلصه؟ هاتي يا روحي، ما تتعبيش نفسك ابدا، انا اللي اعمل كل حاجه. يا سلام يا مامي، ما انا كل يوم بقف في المطبخ عشان اعمل الغدا لوحدي. لا لا، ودي تيجي رانيا حبيبتي عنك، انا اللي هعمل السلطه بنفسي. ايه ده ايه ده، تعملي سلطه بنفسك زي ما انت كنت قاعده في السرير دلوقتي ونايمه وعامله نفسك نايمه؟ حبكت بقى انك تيجي لما لقيتيني جاي عشان اساعد بنتي؟ يا جماعه انا مش عايزه حد يساعدني. متشكره جدا. ازاي يا رانيا حبيبتي انا اشوفك تعبانه واسيبك كده وما ساعدكيش؟ ده انت عارفه كده في المصيف ده انا هريحك راحه. يعني مش هخليكي تهوبي ناحيه المطبخ. لا يا حبيبتي لا لا، دي بنتي بقى وانا اللي هريحها، مفيش حد بيخاف على بنته اكتر مني. ها انت عايزه تروحي صيفي عشان تتسرمحي في البلاج؟ خلاص يا سناء يا سناء، خلاص عرفت يا ست ان انت بتحبيني وما تقدريش تستغني عني، وان انت احسن اخت ليا في العالم كله. يا عادل، ده انا لما اروح معاك المصيف مش هسيبك خالص، رجلي على رجلك عشان ما حدش يعكسك يا حبيبي. يعكسني؟ كنتوا فين انتوا الاثنين؟ جات لي البازار يا ماما. عشان تاثر عليك وتخليك تاخدها هي وما تاخدش امك. يا جماعه حرام عليكوا بقى، لا بجد حرام عليكوا، انتوا هتموتوا بعض عشان المصيف ده. يا عادل انا تعبت خلاص، تعبت، انا مش عارفه اختار. انا بقى خلاص اخترت. هتاخدني انا صح؟ لا يا ماما. يبقى هتاخدني انا صح؟ لا برضو يا سناء، لا انت ولا هي. انا قررت اعمل حاجه هايله بقى، انا هعمل قرعه. انا موافقه. والقرعه دي هكتب اساميكوا انتوا الاربعه فيها، والاثنين اللي هيطلعوا في القرعه هم اللي احنا هناخدهم معانا. اوكي. سناء قومي هاتي ورقه وقلم. ما تقوم تجيب لي نفسك، ولا ما فاكش يدين طالما فيها قرعه بقى. ماشي يا سناء ماشي. اجيب لنفسي ماشي. بس على شرط رانيا كمان هتدخل معانا القرعه. يا سلام، انت بتستهبلي ولا ايه؟ لا بس اشمعنى انت اللي هتطلعي المصيف من غير قرعه؟ نجلاء عندها حق، انت كتب اسمك معانا. يا عادل يا عادل الحقي يا عادل، عايزين يخلوني اكتب اسمي في القرعه. ايوه طبعا، ده بقى راي الاغلبيه، وجوزك مش من حقه خالص انه يعترض. معلش يا رانيا حبيبتي، الديمقراطيه ليها انياب. وانت كمان اسمك اتحط في القرعه زينا زيك. انت بتستهبلي ولا ايه؟ معلش يا عادل يا حبيبي، الديمقراطيه ليها انياب. طب يا جماعة ما ينفعش نعيد القرعة تاني؟ يا عادل خلص وقول الأسماء اللي في إيدك، دي تالت مرة تعيد فيها القرعة والتالتة تابتة. خلاص انتوا حرين، اللي طلعوا عادل، إنعام، نجلاء، مجيدة. أنا من الأول قلت نعيد القرعة دي. هعمل لك ايه؟ ما انا قلت عيد، انت اللي قعدتي تستهبلي فيها. معلش بقى يا رانيا حبيبتي، حظك نحس واضح قوي النهارده، يعني ثالث مره وما تطلعيش. معلش يا عادل مش مشكله، انا اقعد مع سناء بس ما تبقاش تنسى تسال عليا يا بيبي. لا اما انا مش هينفع اطلع بقى، سناء تطلع مكاني. بجد يا عادل؟ طب انا قايمه احضر الشوط. يعني ايه انا مش فهمانه؟ يعني بعد ما طلعنا في القرعه واسامينا كلها هناك، انت عايز تغير رايك؟ هناك فين يا ستي اساميك؟ وما القرعه هنا اهي. وبعدين اللي انا بقوله دلوقتي ان انتوا اللي هتطلعوا، انتوا الاربعه، انا هقعد مع رانيا. يا بيبي عادل يا حبيب قلبي، مش عايز تطلع هناك من غيري. استني بس يا حبيبتي، هما دلوقتي هيكسفوا على دمهم لما يلاقون ان احنا مش هنطلع واحنا دافعين فلوس. انا بقى هاخد المايو بتاع رانيا عشان المايو بتاعي صغير عليا. ولا اقول لك انا هاخد المايو بتاعي احسن. لا لا لا، اصل انا كمان بقى مقرره ان انا انزل المايه، فعشان كده انا هاخد المايو بتاع رانيا. انا بقى مش هاخد اي مايوهات، بس هنزل المايه عشان اغرقكم. يا سلام، وانا بقى اللي هقعد ان شاء الله احرس لكم الهدوم. ايوه. لا طبعا، ياسمين هي اللي هتقعد تحرس الهدوم. شفتي لسه السكينه سرقاهم دلوقتي، هيحسوا ان هم عملوا حاجه غلط ويقولوا لنا اطلعوا انت. اصبري اصبري. باي باي، مع السلامه. باي 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 يا رانيا حبيبتي، وحشونا يا جماعه. باي باي يا ياسمين، عينينا عينينا. اسمعي كلام كده وشيك. خدي بالك من ياسمين، مش هنتاخر. مش دعوه خالتك نجلاء. معلش يا رانيا، السنه الجايه بقى تبقي معانا. اوعى تخلوها تنزل ميه لوحدها. يا ستي ما تقلقيش، هي اساسا هتقعد بالهدوم. بس شفت اتكسفوا ازاي؟
رانيا حبيبتي لازم تبص للجانب الايجابي في الموضوع. كفايه قوي ان احنا لاول مره في حياتنا هنقعد مع بعضينا لوحدينا من غير التتار. فعلا معاك حق. بصي عادل، انا بجد نفسي بقى نعيد شهر العسل من اول وجديد. ياه، فاكره ما كنا بنبقى قاعدين في البيت ده لوحدينا؟ فاكره فاكره يا عادل لما كنا بنتكلم لوحدينا وبراحتنا وناكل براحتنا ونلبس براحتنا وما عليناش اي مسؤوليات؟ كلنا ما كلناش، خرجنا ما خرجناش، لبسنا مثلا. يا عادل بقول لك ايه، بالمناسبه السعيده دي هطلب بقى واحده بيتزا دلوقتي ناكلها انا وانت وبس. رجعكم نسيتوا حاجة ولا ايه؟ الرحلة اتلغت. المجاري ضربت هناك من 5 سنين فهدت العشش فلغوا المصيف. كويس قوي انكم جبتوا اكل، ده انا هموت من الجوع. ايوه بس البيتزا دي على قدي انا وعادل. كده من امتى بقى انتوا بتاكلوا لوحدكم؟ ها مش كفاية انكم نقيتوا علينا؟ حاجة غريبة. عموما يا جماعة يعني ما تقلقوش، ما دام انتوا جاهزين وشنطكوا جاهزة وكنا عاملين حسابنا على المصيف، أنا بفكر بجد يا جماعة إن احنا نطلع على بلطيم، ما دام راس البر ما نفعلش والعشة اتهدت، نطلع بلطيم، ماشي؟ يا رانيا! رانيا مفيش هدوم نظيفة ألبسها؟ مفيش مسح وغسيل، الهدوم متكومة في الغسالة بقالها أسبوع. سناء نزلت تشتري. طيب، حضري لي أي حاجة آكلها قبل ما أنزل. مفيش اكل، التلاجة فاضية بقالها اسبوع. طب والتلاجة فاضية ليه؟ ما قلنا سناء نازلة تشتري. هي سناء دي مندوبة المشتريات اللي في البيت. بيت ايه يا ابو بيت اللي انت بتتكلم عنه ده؟ مفيش بيت. ايه مفيش بيت دي يا ماما؟ ديك النهار بقى انا شفت البت نجلاء فاتحة التلاجة مطلعة كيس الكاتشب الاحمر ده ابو جنيه وعمالة تحط على السندوتش فيه وسايباني انا من غير. بت انانية ما عندهاش دم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا سناء؟ كنت بهزق الحيوان البهيم صاحب السوبر ماركت يا عادل، تخيل قاطعني بقالي ساعة، قال ايه عشان يوقفني اطول وقت ممكن ويفضل يعكسني ويبصبص لي. يعكسك ويبصبص لك؟ ده انا هنزل اقتله وبالمرة اجيب منه صابونتين عشان استحمى. عادل ما تتهورش يا عادل، يا عادل. مساء الخير. هو ده اللي عكسني يا عادل. ده ومستخبي لي ورا الكراتين. فيها ايه الكراتين دي؟ دي فيها صابون وشامبو ولوازم يعني. صابون؟ طيب انا اخش استحمى وارجع هبهدلك. اصبر. انا مستنيك. سيب الحاجات دي هنا ويلا ورينا عرض كتافك. طرقنا برا ليه؟ اخد نفس من السلم ده، شايل حاجات طالع السلم وبعدين الراجل مديني ميعاد هنا دلوقتي. ما تكترش في الكلام. لحظه سخيه يا طنط. الله يطنط عادي. حلو. مفيش صابون حلاقه؟ صابون الحلاقه. مش حاجه تانيه تدكن عليها؟ ده أنا أزودها يا قمر. إيه الجمال ده يا أنسة؟ أنا مش أنسة، أنا مدام ومطلقة. إيه ده؟ لا أكيد ما عندوش نظر، أكيد العيب منه طبعاً. حد يتجوز القمر ده ويسيبه يا قمر. مرسي قمر. مرسي قوي. مرسي ليكي أنت إنك أنت قمر. بره. إيه ده؟ بتعاكس أختي جوه في بيتي؟ ده أنت فعلاً ما عندكش دم. هادي عندي دم. ايه ده؟ لا انا ما كنتش عايز معجون حلاقه من ده، عايز معجون حلاقه من اللي هو بيترش ده. عندك؟ اجيب لك يا قمر، اجيب لك كل المعجين اللي عندك. ماشي، روح هات لي كل المعجين. يلا فكر على الله. سناء، انت دفعتي في الحاجات دي كام؟ ما دفعتش حاجه يا ماما، اصله ما رضاش ياخد فلوس. كده ابقى اشتري منه كل يوم. امبارح يا دولا اكتشفت حاجة عن الفراعنة في منتهى الغرابة بعد تفكير يعني. ايه؟ اكتشفت مقبرة أثرية تحت السرير بتاعك؟ لا يا دولا، أنا امبارح كنت بتفرج على فيلم أجنبي عن الفراعنة. تخيل يا دولا الفراعنة طلعوا بيتكلموا إنجليزي. يا اهبل، فكان في فيلم عربي اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة، أما كانت بتقول له يا بتاع الجاز كانوا بيتكلموا عربي كله. أيوه يا دولة ما هم يعني الفراعنة دولة أصلهم مصريين باين. إيه ده؟ إيه اللي جابك هنا؟ إيه؟
ايه اللي جابك هنا؟ إيه؟ كمان ليك عين تيجي هنا؟ ده لستر ربنا امبارح ان انا ما قتلتكش، لقيت المعجون اللي طلبته منك؟ لا مش عندي. ايه ده دولا؟ اصل يكون جاي يشتري حاجه وساعتها يبقى زبون يا دولا، والزبون دايما على حق. اهدى كده. انا فتحي جاركم صاحب سوبر ماركت الحياه حلوه جدا، وجاي اتشرف بيكم. وعلى فكره انا اعرفك جدا استاذ عادل، وكمان اعرف الاستاذ رمزي ده. استاذ رمزي؟ يبقى اكيد ما تعرفوش. ليه؟ ده انتوا زبايني جدا. طب وما دام زباينك تعمل فينا كده؟ يا دولا ايه ده بس يا دولا؟ الراجل طلع يعرفني، وما دام يعرفني يبقى يخصني، وما دام يخصني ما حدش ليه دعوه بيه. بيقول لك الاستاذ رمزي. انا كنت جاي اتشرف بمعرفتك يا استاذ عادل، وبعدين اطلب ايد اختك مدام سناء. اهلا وسهلا. ايه ده يا دولا؟ تصدق بقى انت طلعت واطي وقليل ادب؟ كان عنده حق من الاول. اطلع بره، اطلع بره. لا يا رب، ايه اللي بتقول ده؟ خرب بيت. اهلا وسهلا. بيقول لك انا كمان ليك. اهلا بيك يا سلام، منور. اتفضل يا استاذ فتحي، اتفضل. اوعى يا رمزي، اتفضل حضرتك. لا حضرتك هنا. هنا؟ انا صاحب المكتب. اتفضل. اهلا بيك. ولا يا رمزي، شوف الاستاذ فتحي يشرب ايه. يا دولا ده الاستاذ فتحي ده طلع خبيث يا دولا، دخل علينا بالحنجل ومن وكده. اطلع بره، يلا اطلع بره. ولا ايوه مش انت. ولا يلا شوف له هيشرب ايه، هات له حاجه ساقعه، اجري يلا. ماشي يا دولا، دوس على كرامتي كمان وكمان. دوس يا دولا. معقول يا عادل؟ انا فرحانه قوي، فرحانه خالص. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. سناء هتتجوز اخيرا وتحل عنا وتسيبنا في البيت ناخد نفسنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. مع ان فتحي ده امبارح كنت عايز اقتله، النهارده خلاص عايز اخده بالحضن. ده كفايه انه هياخد سناء ويمشي. وطبعا طبعا مامتك هتروح مع سناء، طبعا مامتها اولى بيها، ولعلمك بقى هتستريح عندها اكتر عشان نفسيتها كده. واوضه تفضى بتبقى الياسين بنتي، حبيبتي يا بنتي. انت عارف يا عادل، عارف انه استقلال الطفل في اوضه لوحده ده بينمي مواهبه ان هو يبقى طفل انطوائي مركب. انطوائي مركب؟ انت اي افته جايه فيها مزيطه وخلاص يعني ولا ايه؟ عموما انا سالت على فتحي ده وعرفت ان هم ناس مبسوطين يعني، وان هو وحيد ابوه وامه. عندهم سوبر ماركت بتاع الحياه حلوه اللي على الناصي، عارفاه؟ نهار ابيض، سوبر ماركت الحياه حلوه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض طبعا يا حبيبي، طبعا يا نهار ابيض. ما هو طبعا لانه هو سوبر ماركت الحياه حلوه، فاكيد اكيد يا عادل الحياه هتبقى حلوه قوي يا حبيب قلبي. الحمد لله يا ربي. يا نهار اسود، فتحي بتاع السوبر ماركت الحياه حلوه اللي حفي وراكي عشان يتجوزك؟ اللي حفي يا مامي. فتحي اللي فضل اسبوع يتقدم لك فيهم 7 مرات؟ 9 يا مامي. فتحي اللي ما مشيش غير ما بلغنا عنه البوليس وسيبنا عليه كلاب السعرانه يا مامي. فتحي اللي بيبيع كيلو اللانش ده بوتاتون ب 10 جنيه وربع. لا يا مامي، عيب كده قوي بقى، كانوا ب 10 جنيه 75 قرش. الله يخرب بيت شيطانه. أنا مش قادرة أفهم، بعد ما حفي وراكي أنت يا حبيبتي وبجمالك ده يسيبك ويروح يدور على الجربوع على الكلاكيع اللي اسمها سناء؟ مش عارفة ابن اللذينة ده. على الرغم إن أنا في فرق كبير جدا بيني وبين سناء، من حيث طبعا الجمال والتألق والذكاء. وعارفة بقى سيكولوجيا كده، واحد زي فتحي ده ما ينفعش ياخد غير واحدة أقل منه. بس يا مامي عارفة المشكلة فين؟ لو عادل عرف الجوازه هتتفركش. يبقى انت لازم يا حبيبتي تختفي تماما لحد ما تخطبوا لبعض. طب وبعد كده؟ وبعد كده الفاس هتكون وقعت في الراس، وسي فتحي ده وقع في الطين وعايز ونش عشان يطلعه منه. ايوه. اهلا وسهلا. حضرتك هتنزل امتى النهارده؟ لما حضرتك تقول لي انزل على طول. انزل دلوقتي؟ ايوه حالا. انزل. اوكي. اهلا وسهلا. وحشتني يا استاذ عادل، اتفضل. ايه ده، جبت الشبكه على طول كده؟ لا ده معجون الحلاقه اللي حضرتك طلبته. معقوله؟ متشكر قوي. انت جايب علبه واحده؟ العلبة بتقعد كتير جدا، اكتر من 650 حلقة. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. لا
لطيف البيت ده والله اللي انا جيته قبل كده ولا ما جيتوش جيته قبل كده طبعا اهلا وسهلا يا عيني يا سناء طب حضرتك بقى الحاج والحاجه فين امال الحاج الله يرحمه يا يعني مش هيقدر يجي معاك النهارده نعم حصل طبعا حلو طيب حضرتك والحاجه فين الحاجه لا انا جيت عشان اخد الجرين لايت بتاعي ايه ده هتاخد معجون الحلاقه تاني لا الجرين لايت يعني الاوكي الاوكي من مدام سناء وبعد كده انا بقى اجيب الحاجه على طول يا سلام عليك يا استاذ فتحي انت مش سهل برضو امال ايه شغل السوبر ماركت برضو علمني ان اوزن الامور بالجرام طب بالنسبه للعروسه يعني تحب حضرتك احطها لك في كيس ولا تحب تاخدها سايبه ولا حضرتك مثلا نخلص الحساب الاول ايه ده السوبر ماركت ايوه هتاخد الباقي كبريت يا سناء يا سناء اخواتي حالكم مالي يا اخوتي والله العظيم حاجة عظيمة جدا والله العظيم يا اخوتي كماله حلو كمان شبابه حلو مبروك يا سنوقة تضحكي على ايه؟ اي حبيبتي فرحانالك فرحانالك من قلبي مبروك يا سارة الف مبروك يا حبيبتي يا سعد ويا هناء تلاقيه مش مصدق نفسه انها هتخرج وتقعد معاه طبعا يا ماما ده هيتجنن عليا يلا يا جماعه انتوا بتعملوا ايه بتحضروا عفريت ما يلا انت لو طلعتي له بالبيجامه الكاستور هيوافق يا ست ده جدا ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي على رايك ده معلش انا عذراكي اصل ده اسمه الحب من اول نظره ما بيحصلش مع اي ستات بيحصل مع الستات الجميلات الفاتنات اللي زيي بس فانا عذراكي شعور غريب عليكي ما انا نفسي اقول نفسي اقول نفسك تقولي يا رانيا طبعا يا حبيبي الف مبروك الف مبروك يا سارة يا حبيبتي الحمد لله ما تجيبي بوسه يا سارة هاتي بوسه هاتي بوسه انت بوسه يا حبيبتي ده من ورا قلبك تلاقيكي بتغلي كده من جوه عشان العريس هيتجنن عليا انا بغلي عادل لا يا حبيبتي بس يا ريت بقى تغلي لنا كوبايتين شاي انا والراجل المرمي بره ده لا بلاش انا يا عادل بلاش انت طب حماتي لا لا جميع انا ما اقدرش اطلع بره خالص تصدقي بقى ان انتوا ما عندكوش دم لو انا مطرحكم مش كنت هساعدكم يسمع من بقك ربنا يا حبيبتي لا يا اختي فوقي مش ليك انا قصدي بنتك يا ماما ما تتكيش عليهم دول عمرهم ما هيساعدونا وخصوصا دي عشان عمرها ما تحبت من اول نظره عادل انت ما حبيتنيش من اول نظره لا ازاي يا حبيبتي انا اتولدت واتولد حبك معايا تصدقي ما اطلع قصيده زباله يلا المهم بسرعه بسرعه يا جماعه ما تسيبونيش قاعد مع الراجل ده لوحده والنبي اهلا 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 وسهلا منور يا استاذ فتحي يا اهلا وسهلا معلش العروسه بتجهز يا سيدي انا مش عارف على ايه يعني ده يعني كويس انها وافقت بيه اهلا اهلا انا نرفز 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 قوي ممكن ادخل الحمام ايه ده انت نرفز الدرجه دي على فكره انا ممكن ما اقولكش فين طريق الحمام لا اوعى ارجوك انتوا الخسرانين طيب ارجوك خلاص خلاص اتفضل حضرتك من هنا كده هتلف كده هتلاقي هناك شكرا شكرا زبالة. موقف زبالة ايه ملحقتش نفسك؟ الست اللي واقفة في المطبخ دي تبعكم امال يعني جاية مع البوتاجاز؟ مش قصدي اصل انا حصل بيني وبينها موقف محرج جدا جدا من زمان قوي لا يا راجل صدقني موقف محرج قوي لا يا راجل ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل قال ايه جابوها لك عروسة ما استنضفتهاش ما قدمتنيش خالص لا يا راجل ما عجبتكش من ناحية ايه يعني؟ يعني مش التيب بتاعي وبعدين كلام في سرك مش كويسة لا يا راجل مش كويسة ازاي؟ مش كويسة خالص افهم بقى الحاجات يعني ديت يعني هنتكلم في ايه؟ ما انت تلقطها على طول يعني مواضيع حساسة يعني مش كويسة في ايه؟ وقول بسرعة وأثر بسرعة يا فتحي هأثر بسرعة عموما يا أستاذ عادل هي يعني حاجات كده ما تعديش على الناس المفهومية الفتكاتة اللي زي حضراتي إنما الرجالة الغش بيتخدعوا فيها والغش كتير قوي الغش كتير استنى عاديني مستني
مساء الخير. مساء النور. ايه اللي ما عجبكش فيها قول لي بسرعه. ملهاش في المطبخ يا استاذ، يعني اللي يجوزها يخس 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 لحد ما يختفي زيي. يا راجل. اتجوزت يا راجل انت؟ اتجوزتنا انا يا سيدي. ايه؟ اتجوزتنا انا. لا يا راجل. استاذن انا بقى. لا استاذن فين؟ لا اصبر، ده احنا ما صدقنا لقيناك. اتفضل اتفضل اقعد اتفضل اقعد واشرب الكوبايتين شاي على ما اجيلك. ارجوك. اتفضل. اوكي. رانيا رانيا رانيا، انت تعرفي فتحي ده قبل كده؟ عادل، ايه ده؟ ايه السؤال الغريب ده يا عادل؟ ده سؤال غريب قوي يا حبيبي. يعني تقدم لك قبل كده ولا ما تقدمش؟ يا عادل يا حبيبي، انا في رجاله كتير قوي تقدموا لي في حياتي، افتكر مين ولا مين؟ في رجاله كتير قوي تقدموا لي. ايه اللي رجاله كتير يتقدموا لي؟ هتعملي لي فيها الكليه الحربيه؟ اتقدم لك ولا لا؟ اتقدمي وقعد ريحه عليا 7 مرات وانا اللي رفضت. ده كلام جديد بقى، موقف محرج جدا. قبل كده تقدم لمراتي وجاي دلوقتي يتقدم لاختي، مش بعيد بقى لو رفضته يتقدم لامي. لا يا عادل، لا يا حبيبي، اوعى ترفضه عشان خاطري يا عادل. يا حبيبي ده سوء تفاهم قدري، وانت عارف يا حبيبي الانسان ابن اللحظه. يعني انا ابن اللحظه؟ ماشي. طب لحظه واحده بقى عشان هروح اعتزله، لان الجوازه دي مش هتنفع. شكلكوا يعني مبسوطين قوي يعني. قصدك ما تعرفش يا عادل توحى ابو دم خفيف ده بيحكي لي على ايه؟ حكيت لها؟ طبعا، اصل انا ما بخبيش اي حاجه على مدام سناء طول عمري. طول عمرك ده يعني انت تعرفها من اول امبارح بس. اصل انا عمري ابتدى اول لحظه شفت فيها مدام سناء. بلاش مدام، خلي البساط احمدي، قول لي يا نق 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 نق. لساني لو قالها قلبي توك توك. يا عم التوك توك، يا عم التوك توك، ايه هيسحبوا رخصتك؟ اهدى بقى امال. وانا ما يهونش عليا ابدا ابدا ان قلبك توك توك، عارف ليه؟ عشان في عيون كتير قوي بصلنا، وخصوصا الناس اللي انت رفضتهم. لعلمك بقى، لعلمك بقى، هو ما رفضش، ده هي اللي رفضته. ايه ده؟ الكلام ده صحيح يلا؟ والله العظيم ابدا، والله انا اللي رفضتها. انا بقى دلوقتي هخلي رقبتك قد السمسمه. ايوه يا رانيا، يا رانيا. ايوه يا عادل. دلوقتي انا عايز اعرف منك حاجه مهمه جدا، انت اللي رفضتي فتحي ده لما تقدم لك، ولا هو اللي رفضك لما هو تقدم لك؟ ده يرفضني انا؟ والله العظيم ثلاثة يا حبيبي، ده حفي ورايا لحد ما كش. ده اصلا ما ارتجعش غير لما سايبنا عليه الكلاب السعرانه. يا عادل، ده تقدم لي في اسبوع واحد 9 مرات. ما انتش قد بقى يا سناء، ما تخشيش معاها ابدا في تحدي. ولا اطلع بره، اطلع بره، ما اشوفش وشك ولا حتى في الشارع صدفه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اطلع بره. انت بتتاثري بسرعه ليه كده؟ والله العظيم ما حصل، والله العظيم انا اللي رفضتها يا جدعان، والله انا اللي رفضتها. انا رحت البيت عندهم وشفتها وما عجبتنيش، وقلت لطنط شروت الوسطى اللي كانت بينا ان هي ما عجبتنيش، قالت لي نروح لهم تاني يا توحى، قلت لها مش رايح يا شروت، وما رحتش تاني لان اكتشفت ان هي ما بتعرفش تطبخ. تجيب مقشه ولا اجيب انا مقشه؟ تلم نفسك بقى من على الارض، انت اتبعترت قوي، شكلك بقى وحش يا استاذ، مش انت العادل. عادل. ايه ده كلام فارغ؟ ده كلام فارغ يا عادل؟ ده يا ابني انت يا قصير انت، مامي قالت لي ان انت كنت بتلف حوالين البيت عامل زي القراده اللازقه، وبعدين انا لما شفتك انت ده يعني حسيت ان انت كده يعني عارف ما عجبتنيش. تقولي يا اخي، تقولي كده القلوب عند بعضها يا اخ. خدي يا مامي، يا مامي. ايه يا رانيا، في ايه؟ تعالي يا مامي قولي لهم مين فينا اللي رفض التاني، انا ولا الازعه ده؟ وقولي لعدن انه ما ارتجعش غير لما سايبنا الكلاب المسعور عليه. استني استني، وانتوا اصلا عندكم كلاب؟ كلاب اللي في الشارع يا عادل. يوه خلاص بقى يا رانيا، مش معقول، ده كان زمان. مبروك عليك يا سناء. لا بقى، انا عايز اعرف الحقيقه. وانا كمان، وانا كمان، وانا كمان. ما هو اصله يعني ما حصلش اسمه ونصيب. يعني فتحي رفضها؟ مش بشكل مباشر. هي دي، مش بشكل مباشر فعلا. كانت الحكايه كلها ان قلت لمدام شروت الواسطه. معقوله يا مامي؟
معقولة؟ معلش يا حبيبتي، ما انا اضطريت اقول لك كده عشان كل اصحابك في الوقت ده كانوا بيتجوزوا الا انت، فانا كنت خايفه على نفسيتك. ده انا اللي نفسيتي اتدمرت. دلوقتي الاستاذ ده ازاي هيجي يعني يتجوز اختي بعد ما رفض؟ لا 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 لا، ارجوك ارجوك اوعى ترفضني، ارجوك ارجوك. مش معقوله طبعا ترفضني لمجرد ان انا كنت على وشك الانهيار واتجوز مراتك. ده انت يا ابني ربنا بيحبك، الناس دي انا اللي عارفاها. عزائي الوحيد انك لما هتتجوزيه مش هتبقى قاعده في خلقتي ليل ونهار. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. عموما كويس ان انت فكرتيني بحاجه مهمه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت عندك شقه ولا لا؟ انا؟ طبعا عندي شقه 250 متر بحري و250 متر ابري وحمامين مفتوحين على بعض وسلاحدار اللي بيشتغل في البيت وعندنا اسطبل كمان ورز بلبن في الثلاجه، كل حاجه حلوه. طيب كويس كويس. عموما احنا لازم يعني ننسى الماضي ونفكر في المستقبل وربنا يكرمنا، وبما ان احنا بنفكر في المستقبل فيا ريت بقى تجيب لي كرتونة معجون من اللي هو بيترش لوحده ده. عيني الاثنين. وانا بقى عاوزه توم لانشون. ايه ده؟ توم لانشون؟ ايوه يا حبيبي، ما انا هعزمكم كلكم وانا هاكل لوحدي. بصوا يا رجاله، المهم اللي انا عاوزكم علشانها دي مهمه استنحاريه، ها؟ اي حد يقول لازم تكون رجاله قلبها ميت، لافه وعارفه الدنيا كويس، لا بقى بيهمها لا قانون ولا حكومة. أنا عايزكم يا جماعة تفوتوا في الصخر وتسيحوا الحديد. المهم يعني هتقبضنا؟ عيب عليك، كل واحد رجالة ليه ربع جنيه برايز وشلينات لو استنصدتوه ورمتوه بالحجارة، ها؟ أول ما تشوفوا على طول. انتوا عارفين شكله ولا لأ؟ شعب عليك يا رمزي، شاور لنا بس انت على الضحية وإحنا مش مخالك سلف. هشاور لك يا معلم، أنا عاوزكم بقى تكرتوه على قفاه لحد ما يقيح. زي اللي عملنا فيك اول ما عرفناك. بس احنا دلوقتي بقينا اصحاب وحبايب صح ولا لا؟ شفتوا بقى انا ازاي بجيب لكم شغل وبظبطكم. يلا بقى مع السلامه رجال، مع الف سلامه. مع السلامه. مع طب مع السلامه رجال، مع الف سلامه. ايه ده يا رمزي؟ ايه العيال المتشرده دي؟ لا دول كانوا بيسالوا على تمثال نحو الاميه. لا ما دام تمثال نحو الاميه بقى لازم يسالوك انت، صح؟ بقول لك يا رمزي روح هات لي سندوتشين بسرعه عشان ما افطرتش. يلا يا عم تبعت حد غير، يا عم ما فيش حد غير هنا في المحل ده. يخرب بيت، انت مش عارف ان ما فيش حد غيرك هنا في المحل؟ ما ايوه يا ابني ما فيش غيرك في المحل. روح يلا بسرعه. المحل قفل بتاع سندوتشات. استهبل يالا، انت لحقت تروح؟ روح يا هات سندوتشات يا. وبقى دولا بقى دولا، هو محسن اللي كان متجوز سناء ده رخم ليه كده؟ انت مالك ومال محسن؟ ومال محسن بالسندوتشات اللي انا بعتك تجيبها؟ هو صحيح دولا محسن ده عايز يرجع سناء تاني ولا ايه؟ انت مالك يا ابني؟ تتكلم في حاجات عائليه زي كده ليه؟ انت مال ايه اللي دخلك في الامور العائليه دي؟ هو انا مش من العيله يا دولا، انا مش ابن عمك. هو عشان ابن عمي تبقى من العيله؟ امال. لا يا ابني، العيله حاجه وابن عمي حاجه، انت فاهم غلط خالص. مفيش صله قرابه بيننا وبينكوا يعني. ازاي يعني؟ يعني ده موضوع هبقى فاهمه لك بعدين. المهم تجري بسرعه دلوقتي تجيب لي السندوتشات. خد وهات لي نفسك سندوتشين كمان يا عم. معقوله يا دولا؟ يا ده عيب يا ده، انت ابن عمي. فتحي انا عايز اشوف الشقه. شقه؟ شقتي انا؟ مش شقه خالتي؟ لا شقه خالتك اكيد في السويسيا في بورسعيد على حد ما اعلم يعني. انا طبعا قصدي شقتك انت. بص بنتي مش هتخش على عفش قديم ترميه توزعه، مش مشكلتي. انا هنزل انا وهي بعد ما نشوف الشقه وننقي عفش كده عرايسي. ماشي، الله يكتر خيرك يا طنط. انا مش عارف انت ليه مكلفه نفسك كده. لا احنا هننقي العفش ونجيبه وانت اللي هتدفع. انا اجيب حضرتك تجيبي، المهم ان تجيب واحد صدقيني يعني مش هتفرق معانا. بس انا الزماره اللخماني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا سناء، انت ما لبستيش لسه؟ الماتش بقى عليه نص ساعه. لا ما انا مش هلعب النهارده. ايه ده انتوا هتلعبوا؟ لا احنا هنروح نتفرج على ماتش الاهلي والسكه في نادي السكه. على فكره انا اسمع ان استاد نادي السكه مكيف، حتى بالاماره اللعيبه بيبقوا لابسين شورتات ومش بردانين، تلاقيهم متقلين من فوق. انا مش خارجه يعني مش خارجه. ليه كده يا سناء؟ ابوس ايديكي ابوس ايديكي، ما تحطمنيش، انا محتاج لك. انا طول عمري بروح الاستاد وبقعد هناك، انا بشاور بالعلم وماما قبل ما تعيا كان بتزمر او العكس، وبعد ما عيت ما لقيتش حد يزمر وحد يمسك العلم معايا، انا بقعد ازمر وبشاور بالعلم الاتنين مع بعض.
بابا ماما انا مش خارجه معاك، يعني مش خارجه معاك. امال مين اللي هيزمر؟ السلام عليكم. كويس انك انت جيت يا استاذ عادل. يرضيك يرضيك ان سناء مش عايزه تخرج معايا؟ طبعا يرضيني، برافو عليك يا سناء. شوف يا ابني، بنت الناس لازم تستأذن الاول قبل ما تخرج. برافو عليك. لا ما فيش مشاكل يا سناء، خرجي معايا. حاضر يا ابي. طب اتعلم بقى يا. وعلى كده عشان ما تتضايقش حضرتك، تحب نرجع الساعه كام؟ بص يا سناء، انا مديكي كارت بلانش ترجع زي ما انت عايزه. طب امسح مناخيرك. ضحكت عليك، مفيش اي حاجه في مناخيرك تمسحها. عارف لو عملت كده تاني مش هخليها تخرج معاك. انا بقول لك اهو. اخرج معاه ازاي؟ افرض حصلت مشكله، حصلت خناقه، اعمل ايه وانا ست بطولي؟ بطولك ازاي بس يا سناء؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل يعني؟ وبعدين لو حصلت مشكله انت مش معاك الراجل ليه؟ وفي حد تاني خارج معانا ولا ايه؟ لعلمك ده عايز ياخدني معاك عشان لو حصلت مشكله ادافع عنه. لا انا ما بخافش من اي حد، يعني سريع جدا. وبعدين هي مره واحده بس اللي اتسرق مني فيها البنطلون. وعايز نخرج معاه وكمان في الاستاد؟ ده بيقولك تسرق منه البنطلون. وايه المشكله يعني؟ ما تلبسيش انت بنطلون وخلاص. كويس قوي يا فتحي ان انت صارحتنا بحكايه البنطلون دي. البنطلون بس يا جماعه، مفيش خروج قبل ما تشربوا العصير اللي انا جايباه. ايوه محدش يمد ايده على العصير، انا بقول لكم اهو، لان دي مش هتبقى خروجتكم، هتبقى خرجتكم. انا رايي ان انت تاخدوا العصير ده تدوه للفريق المنافس بتاعكم. عادل مش هخرج معايا، يعني مش هخرج معايا عادل. بص يا رانيا، انا في موضوع مهم جدا عايز اتكلم معاكي فيه، بس قلقان جدا لان انت بالذات لسانك ما بيقعدش جوه بقك خالص. اخس عليكي يا عادل، اخس عليكي يا عادل، انا لساني ما بيقعدش في بقي؟ حرام عليك يا مفتري، ده انا خزينه اسرار البيت ده كله. ماشي يا خزينه، على الله بس تقولي لحد. محسن طليق سناء جالي وعايز يرجع لها. هايل، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان هو حس بغلطته وحس بالندم وعايز يرجع لسناء تاني، لان حاجه. ايه ده؟ بس ده سناء مخطوبه يا حبيبي. يا سلام، لسه واخده بالك دلوقتي حالا ان سناء مخطوبه؟ وحتى لو ما كانتش مخطوبه انا ما كنتش هرجعها لمحسن، ده ندل وجبان، استحاله ارجعها ليه يعني. ده كفايه كفايه ان هو بهدلها البهدله دي كلها، ان شاء الله حتى تقعد تعنس وما ترجعلوش. ما هو انا ما عنديش مانع خالص ان سناء تعنس، بس على الاقل ما تبقاش العنوس عندي في البيت. بص يا رانيا، انا ما بفكرش في كده، انا بفكر ان فتحي ده لو اتجوز سناء هياخدها ويمشي، يبقى اكيد ان شاء الله مش هتعنس ولا حاجه. ما هو أصلا مش عايزاك تحط أمل كبير قوي على موضوع فتحي، لأنه الحقيقة إن سناء بتعمل فتحي تقريبا وحش جدا لدرجة إنها ساعات بتديله بالجزمة. بالجزمة؟ بص يا حبيبي، أنا عايزاك تروح تكلم فتحي وتقول له إنه هو لازم يسترجل شوية مع سناء، يعني يحسسها برضه إن هو ناشف كده، تحس برجولته، لأنه مهما حصل الست دايما بتبقى حاسة إنها لازم تحس كده إنها ضعيفة قدام الراجل بتاعها. ده طبيعي طبعا، لازم الراجل يثبت نفسه طول الوقت قدام الست يعني. تلعبين ريست؟ ريست إيه عادل؟ بس أقول لك على حاجة يا حبيبي، أنت بكرة تكلم فتحي وتقوله إن هو لازم يسترجل شوية، وأنا سيب لي سناء، أنا هتكلم معاها وأقنعها ونخلص بقى. ماشي، سيبك من سناء ومن فتحي وراعوا الاثنين، تلعبين الريست، لازم احسسك برجولتي طول الوقت. لعبين الريست. ماشي عادي، يلا ماشي العابي ريست. انت ماسكه في الطرف. استنى بس ما تحججش. ها حسيت برجولتي؟ اوه كنت عايزني في ايه يا استاذ عادل؟ بص يا فتحي، انا عايزك في موضوع مهم جدا، بس انت ايه اللي شخرمك كده؟ انت رحت الاستاد برضو؟ اكيد رحت ماتش الاهلي مادام في احمر كده. ده مش من الاهلي ولا من الاستاد، ده انا اتقلبت في الشارع بتاعنا. طب وما كلمتش سناء ليه؟ تيجي تاخد حقك يا عم العنتيل. سامل كفايه، روح هات له قهوه بدل المرمطه اللي هو فيها دي. دول القهوه دي بتاعت الكبار، انا هروح اجيب له جنزبيل واحاسب رجاله وارجع تاني. خلاص 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 خلاص، مشي مشي مشي.
قولي بقى، انا عايز اقصد يا فتحي في موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا. مهم جدا، قوله قوله لي على طول وانا هسمع على طول. قول. بص يا فتحي، ايوه، تفتكر ازاي الطريقه بتاعه التعامل بين الراجل والست؟ حاجه بسيطه خالص. بص، التعامل يختلف. يعني بص، هو الراجل راجل والست ست، يعني ده طريقه وده طريقه، يعني اللي يعجب الراجل ما يعجبش الست، واللي يعجب الست ما يعجبش الراجل، وش قلبها هي هي. ايوه، واغسل يداك قبل الاكل وبعده، وهنيالك فاعل الخير والثواب، والبحر بيجوع. انا تهت، مش فاهم حاجه، البحر ايه اللي بيجوع؟ ايوه، انت اصلك مش فاهمني. يعني تفتكر ازاي الراجل يعامل الست؟ يعني هل ينفع مثلا الست هي اللي تمشي الراجل يا فتحي؟ لا 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 لا، معلش يا استاذ عادل، انا اسف، يعني انا ما اقدرش اتدخل يعني بعلاقتك الشخصيه انت ومدام رانيا نهائي. ما اقدرش اتدخل، لو اتدخلت هبقى انا الوحش، صدقني، لان هقول حقيقتك، هقول حقيقتك كامله ليها، واقول حقيقتها كامله ليك، صدقني هلخبطكم في بعض وفي الاخر هتزعلوا مني، وانا ما بحبش حد يزعل مني. لا لا لا، انت فاهم غلط خالص، انا ما بتكلمش على رانيا، انا بتكلم على سناء. ايه ده؟ هي سناء كمان بتعمل معاك كده؟ لا لا لا، تقلقش يا استاذ عادل، انا هكلمها تخف عنها شويه. سناء تعمل معايا انا كده؟ يا ابني افهم بس كويس قوي، انا بيتي ممشيه على العجين ما يلخبطهوش، ما فيش واحده من الست ستات اللي عندي في البيت تقدر تتنفس، واخد بالك، تتنفس من غير ما تاخد اذني اصلا. انا بتكلم على علاقتك انت وسناء. انا عارف ان انا قاسي جدا شويه، حبتين صغيرين كبار يمكن، مع سناء، بس انا يعني هظبطها ان شاء الله، ما تقلقش عشان خاطر عيونك. فتحي فتحي فتحي، العبط لما بيزيد بيقلب لهبل على طول، عشان كده انا جاي اتكلم معاك بقى في حاجه تانية خالص. انا هجيب لك الخلاصه، هجيب من الاخر. كله. انت يا فتحي لازم تبقى راجل. ايوه، قدام سناء. وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شو، يا ريت يا شو توصل لها ويحس بيا قلبها. خلاص صحي يا حبي يا حبي، خلاص يا فتح، يا فتح، خلاص يا فتح. بحبها يا استاذ عادل، بحبها قوي، وكلمة بحبها دي كلمة لا يمكن تعبر خالص عن حبي ليها. أنا بحبها، بحبها حب، بحبها حب، بحبها حب من الحب. انتوا ايه مش حاسين ان انا بحبها حب من الحب؟ بحبها خلاص. خلاص ما دام بتحبها يا اخي لدرجة الجنان اللي انت فيه ده، حسسها برجولتك. شوكها بدقني؟ شوكها بدقني؟ هتستهبل، هو انت عندك دقنة اصلا؟ ايه ده، ما انا بحلقها كل يوم وما بتطلعش. خلاص اضربها بالجزمة. اضرب دقني بالجزمة؟ ما هي وشي يوجعني. فتحي فتحي، روح يا فتحي، روح يا فتحي، انت مفيش فايده فيك، اتكل على الله. اتكل على، اروح فين؟ اتكل على الله، امشي يا فتحي، انا مش ناقصك بجد بجد، مش ناقصك. انا فهمتك، انا فهمتك، انا فهمتك، فهمتك. صح انت عايزني اوري سناء الوش التاني، وانت عندك وش اولاني اصلا. اتكل على الله، اتكل على الله، امشي امشي، اخرج بره البازار. اخرج بازار؟ بازار ايه اللي اخرج منه انا؟ اخرج من هنا، اخرج من عندنا يعني. ايوه، فين البازار اللي اخرج منه؟ هو ده اسمه بازار. يلا اتكل على الله يا فتحي. ايه ده البازار ده؟ كنت فاكره دكان. يلا يا فتحي، يلا يا فتحي، ما تخلينيش الغي رايي. يلا. لا 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 يا حبيبي، اتكل على الله يا استاذ عادل. يلا يلا، خلاص حلوه البوسه. متشكر والله على كل اللي انت عملته معايا. يلا حاضر حاضر، خليك كله زي ما هو اهو. شاكرين يا استاذ عادل، اشكرك جدا والله. اللي رجعت تاني قلت اجي اقعد معاك شويه، اسكت كده بس. لا، وايه اللي قعدك معايا؟ بتكرع الله. العيال اللي ضربوني لسه واقفين بره. واقفين بره؟ ولا تعالى يالا، تعالوا هنا يالا.
انت مخبيه عليا حاجه؟ انا مخبيه عليكي حاجه؟ مش ممكن طبعا يا بنتي، ما الاكل عندك على الترابيزه كله مش مخبيه. يا رانيا يا بنت مجيده، ده انا لف 30 واحده زيك حوالين صباع رجلي الصغير. على فكره بقى انا مفيش 30 واحده مني، انا رانيا واحده بس في الدنيا كلها. في سر مخبيه عليا انا اطلاقا. طب عيني في عينك كده. يا سلام. انت عرفتي ازاي يا بنتي؟ انت ناسيه انا استاذه علم نفس، يعني الحاجات دي افهمها عادي، وانت مش محتاجه لا علم نفس ولا حتى ربع كتاب. بصراحه يعني انا مخبيه عليكي حاجه بس ما مش هقدر اقولها لك. طب ايه رايك تقولي على الحاجه ديت وتبقى سر بينا، يا اما يا اما اديكي قلم على وشك ينسيكي كل اللي فات من حياتك. محسن طليق راح لعادل البازار وطلب منه ان هو يردك، بس عادل رفض. محسن؟ طب ايه رايك يبقى الموضوع ده سر بينا وما تقوليش لعادل انك قلتيلي؟ يا بنتي انت بتهرجي، انت بتهرجي بحياه ربنا بجد يا سناء، انا امينه الاسرار في البيت ده. ما انا عارفه انت اي حاجه بتسمعيها مش ممكن تقوليها ابدا لحد. يعني خزينه اسرار. السلام عليكم. ايه ده؟ يا رانيا مخبيه ايه عليا؟ انا مخبيه حاجه حاجه؟ انا مخبيه حاجه؟ حرام عليكم يا جماعه، حرام عليكم، مالكم كلكم النهارده بتقولوا ان انا مخبيه حاجه ليه؟ حرام عليكم يا جماعه، يبقى اكيد مخبيه حاجه. تعالي وريني، عيني في عينك، تعالي. مخبيه ايه؟ اصل الصراحه يعني سناء عرفت ان طليقها محسن جالك البازار وانت رفضت ان انت تردها. ده لا يمكن ابدا يحصل. ليه يا طنط بس ليه؟ ما احنا عايزين نخلص من سناء فنجوزها اي حد وتفك عننا شويه. ده محسن ده ندلي وجبان وواطي، ده ياما عمل فيها وبعدين اتجوز عليها. انا ما انساش يوم ما رحت ازورهم قاعد يطفح وياكل وانا واقفه جعانه وما ساعدش فيا، ده بيدفعها مواصلاته وهي معاه. لا يمكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، سناء مش هتتجوز محسن طول ما انا عايش. بقى كده يا رانيا خش انت بقى يا ماما، ريحي في اوضتك بدل ما انت كنت نايمه انا على الكنبه. بقى كده يا رانيا، بقى كده تقولي لسناء. ماشي يا رانيا ماشي. عادل اقعد. عادل انت ما قلتليش ليه ان محسن جالك البازار؟ انا شايف البراد على البوتاجاز، هروح الحقه قبل ما يفور ويولع الدنيا. المطبخ من هنا مش من هنا. رانيا رانيا اروح انا بقى الحق الشاي فعلا قبل ما يبوظ. انت هتستعبط. نعم نعم خير. كل الخير. سناء بصي انا هتكلم معاكي بس بالذوق. انا اللي هتكلم معاك. كل انك قويني ببيتك ده ما يديلكش الحق انك تتدخل في حياتي وتمشي في الممنوع وتركن فيها بالطريقه دي. قويكي في بيتي ايه يا سناء يا حبيبتي؟ انت اختي. لا لا قويني وجميله وانا شايلاها في رقبتي ومتشكره جدا، لكن لما طليق يجي لك ويعوز يردني تاخد رايي الاول مش ترد كده من دماغك. اه صح برضو لازم اخد رايك فعلا. وما تعملش 10 رجاله عليا. اه 10 رجاله ايه ولا 100 راجل ينفع طبعا. ولا انت ولا 100,000 راجل يقدروا يمشوا كلمتهم عليا. ولا بلد بكامله يعني حد يقدر يمشي كلمته عليكي يعني. انا وفتحي اتفقنا على كده على فكره. فتحي؟ ايه اللي جاب سيرة فتحي دلوقتي؟ انت عملت ايه انت وفتحي النهارده؟ مين قال فتحي؟ انت دلوقتي قلت فتحي. لا انا بقول بالنسبه لفتحي يعني كنت باصي عليك يا سناء. موضوع محسن موضوع فتحي مالكش دعوه بالمواضيع دي خالص. حاضر تأمري بحاجه تانية؟ اتجوز فتحي ارجع لمحسن شيء ما يخصكش، وما تفكرش في مواضيعي وما تاخدش فيها اي قرار. فاهم؟ فاهم طبعا يعني، بس حضرتك يعني تتجوزي فتحي ومحسن اتنين مع بعض يعني غلط طبعا يعني. شيء ما يخصكش، شيء ما ما تفتحش بقك في الموضوع دوت ولا تفكر فيه حتى جوه في دماغك حتى في سرك. وانا لو فكرت فيه في سر يعني هتعرفي انت ازاي؟ هيبان على قفاك يا سي عادل. طيب عايزه مني حاجه ولا خلاص ولا ايه؟ بالسلامه. ماشي مع السلامه. يا رانيا فين الشاي يا رانيا؟ لا انا راجل البيت هطلب الشاي، الشاي يجي.
موسم التزاوج لهذا الحيوان، تتنافس الذكور على إرضاء الأنثى بشتى الطرق، فتتناطح الذكور وتتعارك بدموية. يلا خليهم يقطعوا بعض. تحبي أقول لك كنت فين يا نوجة؟ وتقولي لي ليه أنا كنت فين؟ أنا عارفة كويس أنا كنت فين يا سوسو؟ تحبي أقول لك كنت بتعملي إيه يا نوجة؟ برضه أنا عارفة يا سوسو أنا كنت بعمل إيه؟ ويا ترى أمك يا نوجة؟ ولا بلاش أمك، هي مش فارقة معاها. يا ترى جوز أختك يا نوجة كان عارف إنك في حفلة ميد نايت، حفلة سينما مع راجل متجوز؟ لا يا سوسو يا حبيبتي، أنا بصراحة كده ما أعتقدش خالص إنه عنده فكرة بأي حاجة. يا ليلة الأدب، أنا اللي اسمي مخطوبة بروح حفلة من 6 لـ9، أنت داخلة ميد نايت يا بتحة، ده أنا هجر راسك، هفضحك. يا عادل! بس يا عادل! بس يا عادل! بس أبوس إيديكي، بطلي بقى، ما تقوليش لحد. سيبك من إيديا وبوس رجليا. أنت عايزة مني إيه؟ وكملكة النحل تقوم أنثى هذا الحيوان بتسخير أفراد من القطيع لخدمتها، في حين تستلقي على ظهرها في استرخاء في بركة من الوحل. هو في وحل أكتر من اللي احنا فيه ده؟ يلا نجرب. اعملي كوباية شاي سخنة عشان اللي اسمه فتحي ده قلبي نافوخي. يلا شهلي. استني وريني ايدك اللي بيها. لا 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 سناء، دي بتوجع قوي. اخص عليكي يا نوجة، انا يا حبيبتي اذيكي؟ انا اضربك؟ ده انت زي اختي الصغيرة. المانيكير الجميل ده بتاع امك؟ ايوه. طب يلا يا حبيبتي انجري ادخلي اوضه مامتك، هتلاقيها مخبية ازازة المانيكير تحت المخدة، تجيبها لي عشان عايزة احط منها، وبعد كده تنجري تمسحي المانيكير من ايدك عشان ما بحبش حد يحط نفس اللون اللي انا حطاه. حاضر. شهلي. الو محسن، احنا مش قلنا ما تتصلش هنا تاني؟ انت غتيت قوي كده ليه؟ استنى استنى استنى. قد يباغت احد ذكور هذا الحيوان الانثى بالاقتراب المفاجئ، وبطبيعة الحال تنبئ محاولاته بالفشل في بداية الامر، لكن في دنيا الحيوان البقاء للاقوى.